كم عدد من يشوش اليوم في الساحة في الدعوة، يتكلم بلا علم، يقوم بالتكفير مثلا التفسير، هل يصل إلى 10%؟ لا يصلون إلى 10%. نوب زخزت خو فتنة زشو في قرار لغم تيق في خط خداب شخرا جايسد برسنتا في لغم خنق ما هو دي زاخر. إذا لماذا 10% يشوش علينا ولا نشتغل في دعوة 90% البقية؟ إذا جايسد برسنتا سنتم دي زمانة تتمغاقواتو مدريقا نجا 90% بشيبه برسنت بشيبه تخويت مجرى تخويت مجرى دين تدعوات ابي اخويت مجرى وقع بزن تخويت مجرى. سبحان الله، لابد نسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. تدز تيتن في خوك تشع وتزريكون في محمد صلى الله عليه وسلم زريكون فاغورا. تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالسب بالايذاء، وعليه الصلاة والسلام لم يبالي بهم، استمر في دعوتي عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم شيق بغاخش شيق خوناخش كم فاشق رابسا مخمجت العشاء عرش حتى قوف آقم دعوات رتخر غوزاهم أخي جنر نغسا. أنت تريد دعوة الآن بدون أن يكون لك معارض؟ ما يمكن. وجستو تخر تخم دعوة دعوة زر خبشنر يا خبشفن وغوا دعوة سخن سخر دين أخوي بجانو زغورا قباشا موفو زغورا اي ومنبسو أخوي تقا خواقم جيقا خنو. لكن المشكلة، كل المشكلة في أن تترك الدعوة إلى الله. هو مخمشة رأخو غم دي آخر قزار قباشا وفراقم آخم يازج دعوات سخر غباشا أخوي بجانو قبغانا نران.